السلام عليكم، أسعد الله أيامكم بكل خير يا أغلى وأروع متابعين. استوقفتني آية من القرآن حبيت أن نستفيد كلنا. الله يقول وما بكم من نعمة فمن الله. تأمل بالله معايا، شوف النعم اللي الله أعطاك إياها وغيرك محروم منها. نعمة البصر أنت تشوف وغيرك ما يشوف، نعمة السمع أنت تسمع وغيرك ما يسمع، نعمة اللسان أنت تتكلم وغيرك ما يتكلم، نعم كثيرة. نعمة المال أنت عندك مال غيرك ما عنده، نعمة الأمن أنت مرتاح مطمئن غيرك خايف على بيته وخايف على زوجته وعياله. يقول الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قد ما نعد من النعم اللي الله أعطانا إياها ما نقدر نحصيها. ما أكرم الله وما أعظم الله وما أحلم الله، هذه النعم تحتاج إلى شكر حتى لا يسلبها الله منا. يقول الله لئن شكرتم لأزيدنكم. يا ربي لك الحمد ولك الشكر على فضلك علينا ونعمتك علينا.